السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الفضائية الموصلية، معكم سلماسي في برنامجكم الأسبوعي مساحة حرة. طبعا اليوم موضوعنا مهم جدا يلامس ويتعلق بالشارع الموصلي والشعب الموصلي أيضا والشعب العراقي. طبعا موضوعنا موضوع التلوث الحاصل في مدينة الموصل أيضا وكل مدن العراق. هناك تلوث حاصل جراء المنتشرة في كل أنحاء الموصل، وأيضا هنالك حرق النفايات في عموم محافظة نينوى دون ردع هؤلاء من عمل هذه الأبخرة التي تتصاعد والدخان الذي يتصاعد في الأحياء، ومن ثم ربما سيؤذي الأطفال وكبار السن. طبعا راح تشاهدون معنا لقاءاتنا مع المسؤولين والمعنيين، وسوف نسألهم السؤال الآتي: ما هي خططكم الاستراتيجية حول القضاء أو الحيلولة من انتشار التلوث في المدينة؟ تعالوا معنا. إذن أعزائي المشاهدين، طبعا احنا ما زلنا في هذا البرنامج وبهذا العنوان. طبعا وجدنا هنالك دورة للموجودين الأساتذة حول السموم وتأثيراته على المجتمع. اليوم جنابك كنت حاضر بالدورة، ما هي العوامل الرئيسية لهذه السموم علاقتها بالتلوث البيئي؟ طبعا بداية السلام عليكم. احنا من خلال تواجدي في هذه الدورة يعني لمست معلومات كلش مفيدة، خاصة تفيد المجتمع الموصلي، خاصة عند تواجد الكثير من المولدات في داخل أحياء الموصل، وهناك شفنا أنه أنواع السموم موجودة بالبيئة سواء بالجو أو بالتعرض للمواد الكيميائية أو الأسباب خاطئة بالتعامل مع الأدوية. عندنا هناك كثير أدوية عند ما تبقى في البيت لفترة طويلة، يعني أنا في رأيي على المجتمع بصورة عامة وعلى المجتمع الموصلي بصورة خاصة الانتباه لهذه المواد، لأن مجرد فتحها واستخدامها لفترة أسبوعين أو ثلاثة أو حتى ممكن أنه تضعها في الثلاجة لفترة طويلة ممكن أنه راح تتأثر وتتحول إلى سموم، يعني تضر بالجسم. فهناك يعني في رأيي الانتباه لهذه الدورة من طرق احترازية والحذر في التعامل مع كثير من المواد سواء كانت كيميائية أو في الجو أو من خلال الانتباه لأطفالنا، لأن هناك شفنا كثير حالات حسب ما يعني موجودة بالدورة اللي ذكروها الأساتذة. عندنا عدم وعي بالنسبة خاصة للأطفال من مدى ملامساتهم للمواد الكيميائية أو المواد المنظفات. طيب احنا اليوم عرفنا المشكلة، طيب ما هي الحلول برأيك حتى نتبعها وننصح الأطفال؟ والله هي صراحة لازم توعية من قبل ذوي الأطفال، يعني من الأب والأم بالبيت، والانتباه خاصة بالنسبة عادة من الأكثر شيء وإحنا داخلين في فصل الشتاء. يعني أنا نصيحتي أكثر شيء عدم استخدام الأدوية القديمة حتى لو مرت بعد يعني بها صلاحية أكثر من سنة، لأن مجرد أنه أنت تفتح الأدوية لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو شهر بالكثير عليك أنه تتلفها وتشتري دواء جديد، مو معناته أنه راح تبقى عندك فترة أطول.
الدورة بعنوان السموم والصحة المجتمع. تناولنا في بداية المحاضرة الأولى كان عن التلوث في مدينة الموصل أو بالعراق بشكل عام وخاصة في مدينة الموصل، حول التلوث الحالي حيث بلغ نسبة التلوث الهواء إلى 435 بارت بير مليون، جزء من مليون، حيث أن الهواء غير صالح للتنفس. وعدنا أيضا في داخل المحاضرة أمام الشهود أرانا لهم جهاز لفحص التلوث في البيئة الحالية اللي نحن بها، فكانت نسبة التلوث عالية غير صالحة للتنفس. لهذا يعاني كثير من الناس عند الصباح بالسعال الصباحي وكذلك صعوبة التنفس. لهذا هاي الأمور تناولناها في المحاضرة. أما المحاضرة الثانية فتناولنا عن المعلومات العامة حول السموم، قدمتها دكتورة بنان البقوع حول السموم وأنواعها وطرق التسمم وكيف تأثر هذه السموم على الجسم، إضافة لما كنا تكلمنا عنه أيضا في المحاضرة الأولى، ليس فقط على تلوث الهواء من تلوث الماء، تلوث الغذاء، حيث أن الغذاء اللي نتناوله ملوث بالنترات. النترات هي عبارة عن أسمدة اللي يستخدمها المزارعين، لكن نسبتها العالية تدخل إلى داخل الجسم وتسبب عندنا ارتباط الهيموغلوبين مع الأكسجين وعدم قدرة الخلايا على إرجاع هذا الأكسجين إلى النسيج، يسبب اختناق نسيجي للأنسجة. وهذا منتشر ما بس في الغذاء اللي نتناوله هو الخضار اللي ينباع، وإنما بالمعلبات، لأن المعلبات كلها يعني معاملة بالنيترات. لهذا نرى أغلب الناس لما يغشى اللحوم الأجنبية يقول لونها وردي جميل وبينه طعم، هذا هو منكه، لكن بنفس الوقت زيادته داخل الجسم تسبب تسمم على المدى الطويل. لهذا من الخطر التناول. إضافة ذلك أنه التسمم عن طريق الألبسة، كلنا نرتدي اللباس الجديد مباشرة بدون غسل، زين، هذا منتقل جاي من مكان بعيد عن طريق البحر، زين، ما نرى أنه ما كنا لا نتعرض للعث لا نتعرض للجرذان كنا أكله، ليش؟ وذلك لأنه معامل مادة كلور سمونه بمادة سامة. هاي المادة محطوطة حتى يحمي النسيج. طيب أو اللباس. دكتور، إحنا علاقة التلوث البيئي مع موضوعكم كأشون كان التلوث البيئي؟ هو التلوث البيئي مثل ما قلنا الهواء. الهواء. الهواء مين جاي تلوثه؟ يعني جاي من الأجهزة، المولدات، المصانع، الأتربة، السيارات، لأن السيارات تطعي إيش؟ هي تطعي كادميوم والرصاص، إضافة إلى CO2 المعامل، وأيضا نفايات المدن. لو لاحظ عندنا في المدينة فضلات المدينة مباشرة تنزل بالنهر، إضافة إلى ذلك أن المزارع اللي تنتج أسمدة وتغش بالمبيدات، هالمبيدات ما كلها راح تظل بالأرض، راح تتبخر تصعد إلى السماء. لو نلاحظ أطلع، لو لاحظ الجهاز بدأ يصيح، لو تلاحظ صيح معناتها تلوث عالي، فتسمع هذا التلوث. صعد الدكتور الجهاز مثل ما تلاحظت الآن يطلع صوت، معناته أن الهواء غير صالح للتنفس. ممكن طبعا السحر راح ننطي الجهاز للدكتور حتى هذا الجهاز كما تلاحظ أصدر صوت أنه التلوث شوي أرفع دكتور حتى الجهاز اشرح لنا الجهاز دكتور. هذا الجهاز يفحص ما الآتي، هو CO2 نفس CO2 والكلوروفورم وجزيئات الغبار اللي بالجو. فلاحظ هسه قبل قليل بدأ يصيح، معناتها جت موجة من الهواء بنسبة CO2 عالية، وبالتالي بدأ يصيح الجهاز أنه غير صالح للتنفس، يعني الوضع اللي احنا نتنفسه غير صالح. ولو تريد تتأكد اطلع عن المغرب في كل بيت، اطلع على السطح وانظر على الأفق، راح تلاقي طبقة حلقة حول مدينة الموصل داكنة من الأتربة ومن السموم، ومن السموم طبعا الكاديوم والرصاص والزئبق وأمور كثيرة اللي تتبخرت بالخارج. حتى العطور اللي انت تغشي راح تتبخر، حتى الثلاجات مجمدات الغازات مالها تطلع، النفايات اللي حول المدينة عند الحرق هم تتجمع بالسطح، اللي النفايات داخل المدينة تنترك تعمل عملية تفسخ وأيضا تطلع من التلوث عالي، وبالتالي يكون تنفس صعب. ونلاحظ أن كثير من الأشخاص يعانون يراجعون المستشفيات بسبب أمراض تنفسية.
الحقيقة موضوع التلوث هو موضوع شائك وعميق، وبصراحة شديدة أصبحت مواضيع التلوث البيئي مهمة جدا، خاصة في محافظتنا، خاصة بعد اللي جرى في محافظتنا بعد داعش واللي صار في هذه المحافظة، من أنه كثير من المصانع وكثير من الأماكن تحتاج إلى المراقبة البيئية. هنالك تلوث بغازات كثيرة، منها المخلفات، منها المحارق، منها بعض المصانع اللي هي تفتقد لكثير من الشروط. هذا يجعل العاملين فيها، والكل يعلم أنه العاملين في كثير من المصانع والأماكن التي يكون فيها أبخرة وسموم تؤدي إلى حالات اختناق. طبعا في وجود هكذا حالات، طبعا هؤلاء يراجعون المستشفيات. نحن في كثير من الأحيان اتصلنا مجموعات من العاملين في هذه الأماكن. الكل يعلم هنالك بعض المصافي الصغيرة التي تعمل على استخراج بعض البنزين والغاز وغيرها، وهذه تؤدي إلى أثر على العاملين فيها. بالحقيقة اتصلنا هذه الحالات، حالات الاختناق. نحن مدينتنا الآن تحتاج إلى وعي مجتمعي، وعي يخص الكل، ليس فقط يشترك في ذلك دائرة صحة نينوى، لا، تشترك فيها المحافظة، يشترك فيها دائرة البيئة، يشترك فيها كل قطاعات المجتمع، مع وعي مجتمعي كامل في ضرورة أن نخلص مدينتنا من هذا التلوث الذي هو أصبح بشكل واسع على هذه المدينة. طبعا نحن كعمل طبي، نحن من تصنع حالات الاختناق نحن نقوم باللازم ونجري اللازم. في كثير من الأحيان من المصانع القريبة والموجودة، وأنت تعلم نحن مستشفى مهمة في الجانب الأيمن، وكثير من المصانع تكون في أطراف هذه المحافظة وأطراف هذا الجانب، فيصلنا الكثير من هذه الحالات. هذا أولا. يعني التلوث فقط ليس بالهواء، وإنما هنالك تلوث آخر. نعم. مثل انتشار الميكروبات من خلال يعني تنقل هذه الميكروبات أو الحشرات إلى الأطفال الذين يعبثون في النفايات. طبعا هنالك أشكال متعددة من التلوث البيئي والمجتمعي. أهل الاختصاص الذين يعملون في موضوع البيئة يعني أعرفوا منا في ذلك، ولكن نحن نتكلم من الجانب الطبي والصحي. نحن جاهزين لاستقبال هذه الحالات، ولكن في أي فعل مجتمعي هو تقليل الحالات التي تحصل من حالات الاختناق اللي تصل للمستشفيات، هذا أمر مهم جدا. فنحن المستشفيات يعني يجب أن تقل هذه الحالات بالوعي المجتمعي وبتضافر كل الجهود، تقل حالات الاختناق وحالات التلوث البيئي والتي تحصل للإنسان والحيوان. وحتى نحن الآن يعني في صدد ذلك أنه دائما المحافظة، دائرة البيئة، الفعل المجتمع العام يحاول أنه يقلل من الملوثات في المجتمع، من ضمنها الحملة اللي إن شاء الله رايح تقوم في موضوع تجير المدينة. نحن التصحر يؤدي إلى زيادة التلوث في الجو، يؤدي إلى زيادة الأمراض، يؤدي إلى كثير من الأذى للمواطنين. نحن نتمنى أنه يكون أكو وعي لكي يقل حالات، تقل حالات التلوث، تقل حالات الأذى من التلوث اللي من ضمنها حالات الاختناق، إذا كان تأثير على الجهاز التنفسي، إذا كان التأثير حتى على الجهاز العصبي اللي في كثير من الحالات تأتينا حالات باختناق وأذى شديد. وبعض الحالات الاختناق ممكن أنه تؤدي إلى الوفاة. نتمنى السلامة للجميع. نعم دكتور، سؤال أخير ومهم جدا. بالنسبة يعني أكثر المستشفيات لديها نفايات أكيد يعني. نعم. ولديها محرقة، أنتم كيف تتخلصون من هذه النفايات؟ هل لديكم محرقة نظامية؟ نعم، نحن عندنا محرقة يعني موجودة في المستشفى، وهي تقوم بعملها حسب توجيهات دائرة البيئة.
لأن أنت تعلم إحنا مستشفى في قريبة إلى يعني أماكن سكن الناس، فتحرق المخلفات الطبية بدرجة حرارة عالية جدا حتى لا تخرج بعض السموم. ونحن يعني جادين كدائرة، وأنا أعلم أنه السيد المدير العام دكتور دلشاد والأخوان في مجلس إدارة الصحة مصرين على جعل مكان خاص لحرق النفايات الطبية يكون خارج، بالتعاون طبعا مع المحافظة ومديرية البلدية، أنه يكون أماكن لحرق المخلفات الطبية تكون خارج المدينة، لأنه أنت تعلم أنه الخدمة الطبية أو المستشفيات تكون قريبة للمواطن. نعم. فيجب أنه نحن ما نكون سبب في زيادة التلوث، لا، نحن نكون سبب في صحة المواطن وفي التقليل من حالات التلوث. طبعا الآن هنالك مشروع متكامل إن شاء الله في قادم الأيام في رفع كل المحارق حتى من المستشفيات، حتى وإن كانت محرقتنا ومحارق بقية المستشفيات تعمل بشكل جيد ولا تؤدي إلى تلوث بيئي كبير، ولكن هنالك سعي من قبل دائرة صحة نينوى إلى أن تحول هذه المحارق إلى مناطق خارج المحافظة، وذلك الحفاظ على البيئة والحفاظ على هذه المدينة من التلوث. عزيز، ملف البيئة هو ملف شائك ومعقد، يعني ما ممكن أن أستقرأ كل الملوثات اللي موجودة في جلسة واحدة، ولكن نحن نعلم أن البيئة مكونة من ثلاث عناصر أساسية، هي الهواء والماء والتربة. ملوثات الهواء عديدة، وملوثات المياه الماء عديدة، والملوثات التي تطرا على التربة عديدة. ولكن لو أردنا أن نفصل كل محور على حدة، ملوثات الهواء اللي تكون موجودة خاصة في مدينة الموصل يعني متعددة المصادر، أهم هذه المصادر هي مصادر الانبعاثات من عوادم السيارات، المولدات، المعامل الصناعية الموجودة، وأهم هذه الملوثات هي الملوثات الناتجة عن حرق المطامر الموجودة في مدينة الموصل. يعني احنا نعرف مدينة الموصل قليلا ما تحوي على يعني المواقع طمر صحي. نعم. احنا عندنا مواقع مكبات يتم فيها كب النفايات وحرقها، وهذا يؤدي الى تلوث الهواء، بالإضافة الى العديد من المعامل اللي موجودة في مدينة الموصل، وكذلك المحارق اللي موجودة في المستشفيات. نعم. تمام. دكتور، اليوم احنا لو لاحظنا يعني عدة اسباب مهمة، يعني اليوم فعلا يعني طرقنا الى موضوع المولدات، ماكو منطقة اذا ما بها مولدة او مولدتين، يعني هاي مشكلة كبيرة، وطبعا بسبب عدم توفر الكهرباء الوطنية ادى الموضوع الى استمرار عمل المولدات بهذا الشكل. زين، بالنسبة المادة اللي مستخدمة في تشغيل المولدات، هل هي تأثير مثلا جودتها لو ما لها تأثير؟ بالتأكيد، يعني وزارة النفط أعتقد تغذي المولدات بمادة الغاز وايل. نعم. وطبعا هذه ضمن مواصفات جيدة، ولكن هل أنه طريقة الحفظ أو الاستخدام أو استخدام نفس المادة هي نفسها التي توزع؟ الله أعلم. واحد. اثنين، في كل المولدات المستخدمة لا توجد عوادم أو مرشحات أو منقيات للغازات ضمن هذه المولدات. كلية العلوم البيئية قامت بدراسة
قامت بها الدكتورة رشا بابتكار أو صناعة يعني نسميه عادم أو مقلل انبعاثات الغازات يركب على كل المولدات، إن لم يعني ينهي على هذه الغازات أو نقول إنه يقللها، يقلل من انبعاثات هذه الغازات. طبعاً المولدات عديدة موجودة، وطبعاً أنا مو فقط إنه المولد هو محرك كباقي المحركات اللي موجودة فيه، ولكن وجوده في المناطق السكنية وبشكل مستمر خلال 24 ساعة، وإحنا نعرف خاصة في فصل الصيف يكون تشغيل المولدات بشكل كبير ومستمر، وهذا يؤدي إلى زيادة التلوث. طبعاً إحنا مو فقط نعزل انبعاثات الغازات التلوث، لا، إحنا المدينة في فترات معينة وخاصة فترة داعش أدت إلى قطع العديد من الأشجار في منطقة الغابات وفي البيوت، وكذلك تجريف الأراضي الزراعية اللي حدثت على المدينة وتحويلها من أراضي زراعية إلى أراضي سكنية. كل هذه الأمور أدت إلى زيادة نسبة التلوث بالهواء. ونضيف إلى هذا كله هنالك التغيرات المناخية العالمية اللي حصلت نتيجة انبعاثات الغازات الدفيئة. يعني احنا نعرف بعد الثورة الصناعية اللي حدثت بدت نسبة الغازات الدفيئة ترتفع في الجو، وهذه مشكلة عامة ليس فقط على مدينة الموصل، ولكن تأثيرها إقليمي ودولي كامل حاصل على كل الكرة الأرضية. بس احنا نقول بمدينة الموصل يعني الفترة اللي مرت بها كانت سبب في تهديم البنية التحتية للمدينة. نعم. كانت في هذه الفترة العنصر الرقابي معدوم بسبب احتلال داعش، وإن شاء الله في هذه الفترات اللي ما بعد داعش قامت كل يعني مديرية البيئة وكلية علوم البيئة والمحافظة وجامعة الموصل بالتزامن والعمل المشترك في إرجاع ما كانت عليه المدينة في السابق وفي مراحل متقدمة من المعالجات والدراسات واتخاذ السياسات المستقبلية في هذا الموضوع الشائك. التلوث هو بأنواع، تلوث الهواء، التربة، المياه، بس خلينا نركز شوية على تلوث الهواء. احنا نعاني من رداءة الهواء، جودة الهواء تقريبا يعني رديئة، بس هي أسا إذا تقلي يعني هشقد بالضبط في مدينة الموصل، خلينا نحكي على مدينة الموصل، أحقل لك لا أعرف. لماذا؟ ما عندنا محطات مراقبة جودة الهواء، وإذا موجودة المحطات ما عاد تشتغل. ولكن المواطن يتحسس. المواطن يتحسس، هي هاي المشكلة. مشكلتنا احنا ليش عم نصير تلوث هواء؟ احنا بايدينا عم نصنعه، احنا المجتمع بايدينا عم نصنعه، والمشكله اذا قل لك مجبرين، نعم مجبرين، ابسط شيء حرق النفايات، هسا انت شلون هسا نفاياتك وين عترميها؟ بصراحه خلينا نتكلم صراحه، وين عترميها؟ بالحاويه وملت الحاويه وما حد ما عايشيله، بالاخير وين؟ عصير مكبات. وايش قد حلو يقولون مكبات صحيه، لا ما مكبات غير صحيه، مكبات ما نفايات، هاي مكبات النفايات، الناس تضطر الى الحرق. الناس عاد تضطر الى حرق، انت من تحرق ايش حيطلع لك؟ عاد تولد لك غازات، طبعا منها غازات مسرطنه. واهم غاز يمكن العالم كله عصلت عليه الضوء، غاز CO2 ثاني اكسيد الكربون. يعني اليوم لو قاطعناش ان شاء الله بخير، الحرق حق النفايات تصير بداخل المناطق يعني. نعم داخل يعني المناطق. لو اخذنا مثل مناطق مثلا حي الزهراء هنالك يعني نفايات كثيره متراميه حول المنطقه وحول بالجانب الايسر والايمن. نعم. يعني هذا الحرق هل يؤدي الى الاختناق وربما يؤدي نفسيا الى تعب المواطن؟ طبعا طبعا، خاصه اللي عنده تحسس مثلا قصبات وحالات ربو، هذول اول ناس يشعرون بها.
تمام. بس احنا المشكله هسه مثلا هو حرق النفايات، يعني ايش يعمل اذا ماكو عمال بلديه؟ بس هو هذا مو حل، يعني احنا عن اذي نفسنا بنفسنا، وما بس حرق النفايات، عندنا المعامل عاد تشتغل بلا فلاتر بلا منظومات سيطره، يقول لك موجوده بس ما عاد يشغلوها بكفاءه. المعامل مثل ايش؟ ما اطيق اذكر يعني معامل معين. مثلا خلينا نقول معامل مثلا معامل موجوده صناعيه بالموصل، واكو معامل أهلية. ما عاد تلتزم بالقوانين البيئيه، معنى العلم صراحه يعني انا شفت يعني مديره البيئه دائما تتابعهم، بس يعني يمكن وقت المتابعه يلتزمون بعدين ما يلتزمون، ماكو التزام دوري، وهي مشكله. هاي انت عندك ملوثات، احنا عندنا 6 ملوثات رئيسيه، عندنا الجسيئات الصلبه البارتيكل ماترز، وعندنا احادي اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون واكاسيد الكبريت، وعندنا الرصاص. هذول يعني مشكله احنا نواجه، يعني هسه اذا احنا تقيس التلوث، احنا عندنا تلوث، احنا عندنا طلبه طبعا دراسات عليا بالمية، خلينا نقول احنا شويه ارحم من صراحه المناطق الجنوبيه بسبب يعني احنا العوامل الجويه الله مثل ما نقول رحمنا بحركه الرياح، يعني 60% عندنا تلوث. زين عندش معلومات عن الكبريت، غاز الكبريت اللي كان في بغداد وكان على اساس يتجه الى المكان هذا، شنو اسبابه هذا؟ والله هاي اسبابه كثيره صراحه، يعني ممكن نتيجه هو حرق البترول موجود مثلا مصافي، بس ما اعرف يعني بصراحه اذا هي يعني هذا السبب الرئيسي، لان عده اسباب الكبريت، عندك من حرق النفايات يهم يطلع لك الكبريت، ثاني اكسيد الكبريت يطلع لك من كثير مكانات، من اي حرق، من اي عمليه حرق، بس المصدر الرئيسي هاي لا، لازم بصراحه دراسه علميه، احنا نحكي عن علم، دراسه علميه، ولازم يقعدون يعملون مسار وين عتجي هاي الغمامه الكبريتيه، من اين عتجي. زين برايك دكتوره، هل احنا وصلنا الى يعني التقدم المثالي بالنسبة لمراقبة البيئة؟ احنا واصلين. وين واصلين؟ واصلين. إذا بس تعرف شنو؟ هسه أنا حقول لك شنو؟ احنا واصلين. بس يحتاج إنه حتى من يجهزون بأجهزة كوي، اكو دعم واكو تجهيز أجهزة، بس ماكو مراقبة ولا اكو صيانة، هذا العيب. احنا بصراحة خلينا نقول بصراحة احنا نفتقر إلى الوعي البيئي نمبر 1. وعي البيئي منين؟ من الشعب كله، من المواطن. اي من المواطن، عندنا فقر وعي بيئي، يعني مثلا من تجهز مثلا دائره او معمل يجهزوهم مثلا محطات مال مراقبه او مثلا مصفى او الدائره تقلم، لازم تستخدمون مصافي على المداخن، استخدموها ايام صار بيها عطل ما يصلحوها. زين اهم النصائح اللي ربما تقدميها والمعلومات بالنسبه للمواطن او صاحب المعمل، حتى احنا لأن احنا بصراحة إذا ريدنا نوصل للمستوى المطلوب لازم دائرة البيئة تقوم بواجباتها ولا تعطي موافقات بالنسبة لافتتاح أي معمل إذا ما كان يؤثر على التلوث البيئي. صحيح. أول شيء حب مدينتك، هاي أهم نصيحة. حب مدينتك، أنت من تحب مدينتك راح تعرف شلون توقيها من هذه الملوثات. أنت مثلا إذا معمل أو أي مكان، شجر المنطقة، اعمل تشجير. هم لو يجبرون التشجير، يعني بصراحه في احد الدول مره قريت في بحث ما، في احد الدول مثلا اذا يعملون ابراج، خلينا نقول مثلا مال هاي ابراج مال الانترنت او ابراج الموبايل، ايش يطلبون منهم؟ يزرعون مساحه 100 متر مربع ارض خضراء. ليش؟ يقول لك الا انت حتلوث، على الاقل ازرع لنا ارض خضراء حتعوض هذا التلوث، يعني تخفف، ما يعني ما 100% تلغي التلوث بس تخفيف. يعني ابسط شيء اذا نعمل نطاق اخضر حول المدينه، شوف ايش قد حتقلل الملوثات. وايش النطاق الاخضر؟ صعب؟ اسهل منه ماكو، كلفته قليله. احنا الزراعه، بس لو نشجع الزراعه هذا اول حل، خلينا نقول هو للتخليص من النفايات. بعد عندك وسائل النقل العامه، احنا لو نحفز وسائل النقل العامه بدل ما انت وانا وزملائنا نجي كل واحد بسياره شخصيه، لو يجبرونا على وسائل النقل العامه دراجات الهواء اللي استخدموها بالضبط، الدراجات الهوائيه. هسه يقولوا لك هوني وجو حار واحنا ما يساعد جونا، بس لا، اكو مرات مسافات، احنا مرات مسافه قليله، خلينا نقول مترين ثلاثه عن المحل، الناس تستخدم السياره، تمام. احنا مشكلتنا هذا العدد الهائل بالسيارات، بالنسبه يعني اشوفه اكثر من عدد الساكنين، من ساكنين يعني كارثه. يعني انت لو تلاحظ كل بيت بينه 4 أو 5 سيارات عصير هذا العدد. احنا لو فعلنا وسائل النقل العامه حنخلص من هاي المشكله، مشكله التلوث هواء عن طريق وسائل النقل العامه، عن طريق استخدام الطاقه البديله، الطاقه الشمسيه، اذا استخدمت الطاقه الشمسيه بتوليد الكهرباء هم خلصت من التلوث. المولدات نقطه مهمه، عندنا المولدات الكهربائيه، عندنا بحوث عملوها، وكان طبعا احد اكثر من بحث يعود للدكتور قصي كمال الدين الاحمدي رئيس جامعه الموصل،
عن الملوثات الناتجة من المولدات، يعني شاف الطلبة من قاسوا الملوثات يعني هائلة، يعني CO2 أبسط شيء حنطيكم CO2 إلى حد 1000 ppm يعني ها مسموح به، من يزيد عن 1000 ppm يبدي هازارد خطورة، يعني وصلت إلى 3000 و4000 ppm يعني بالجو، هذا ناتج من المولدات، كارثة، المولدة كارثة. وين عاد تضع الموقع؟ إحنا عندنا تمام التخطيط العمراني صفر، إحنا لو عندنا المولدات ليش مرات بجانب البيت؟ ليش بنص منطقة سكنية؟ ليش ما يعملوا للمولدات مناطق خاصة لها بحيث هي توزع؟ أنت هوني خلصت من مشكلة. إذا عندك التخطيط العمراني إحنا عندنا مشكلة بينه، التوزيع المولدات سيئة جدا جدا، ماكو أي يعني خلينا نقول تنظيم ماكو. أنت لازم تختار موقع جغرافي، تدرس حركة الرياح مثلا، لازم تأخذها مثلا تجي الرياح هي تسحب هاي الملوثات وتخلصنا منها، ماكو هاي شيء. الفلاتر ماكو، ماكو على المولدات، أتحدى أي مولدة هسه بيها فلتر، ماكو. إذن أعزائي المشاهدين ما زلنا معكم في برنامجكم ساعة حرة. طبعاً اليوم التلوث طبعاً يشكو منه أهالي محافظتنا، وراح نلتقي بالناشط بندر. الاسم الكريم بندر العقادي. بندر العقادي طبعاً الناشط المدني. اليوم تعرف جنابك أنه حالياً نينوى تعاني وأيضاً العراق كله يعاني من التلوث اللي موجود من قبل المعامل، من قبل المحروقات اللي تصبح في قرب البيوت. نعم. خاصة يعني في الصيف وفي الشتاء ممكن يعني تكون قليلة، لكن في الصيف هناك الكثير من الأبخرة والدخان يتصاعد. نعم. جراء تغيير هذا المناخ. أكيد. نعم. يعني للأسف إحنا في محافظة يعني في مدينة الموصل ماذا نتعامل مع هذا الموضوع تلوث البيئي بموضوعية وبحكمة. في كل دول العالم اكو محطات لإعادة تدوير النفايات، محطات لمراقبة نسبة التلوث، لكن عندنا معدومة. احنا اليوم نشوف مثلا بالليل كل الأهالي يشكون في منطقة غوكجلي من احتراق النفايات، وكل الأهالي يختنقون من احتراق النفايات، وكل الأهالي يخترقون في منطقة الملوث من احتراق النفايات. فحتى الأماكن الطمر الصحي اللي عندنا بالموصل هي غير صحية أصلا، غير نظامية، غير صالحة للطمر الصحي، ونشوف بها عشرات بل مئات الأطفال بل مئات النساء اللي ينبشون النفايات حتى يبحثون عن قوتهم بها. فذولا أيضا ينقلون الأمراض، ذولا الأطفال وذولا النساء هم يشكلون خطر على البيئة، ينقلون الأمراض. فحتى دول مدة تحاول تحد من عندهم، تحاول تمنعهم من هذا الموضوع. يعني خلينا نوقف عند هالنقطة، التلوث البيئي مو بس الهواء، وإنما التلوث الموجود من خلال ملامسة الحشرات بالضبط. احنا عندنا اليوم يعني بالطمر الصحي لو هسه نروح نشوف الطمر الصحي ونصوره، راح نشوف مئات الأطفال والنساء اللي ينبشون بالنفايات اللي موجودة بالطمر الصحي. هذول ينقلون الأمراض إلى داخل المدينة ولا داخل إلى 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 أقاربهم إلى أصدقائهم إلى المجتمع والبيئة بشكل عام. أو إذا كان طالب المدرسة، كان طالب المدرسة. فهذا الموضوع ما عليه رقابة، احنا نتمنى يعني يكون على رقابة، يتم منعهم، يتم حصر هذا المكان، يتم اصلا طمر، يصير طمر لهذه النفايات بشكل صحي. عندنا موضوع المولدات ايضا، عندنا المولدات وعندنا المعامل وعندنا المحارقة والمستشفيات. يعني اول امس اكو لجنة وزارية زارت مستشفيات الموصل وشخصت انه هذه المحارق هي غير صحية، انه هاي المحارق قديمة، انه الطريقة اللي تعمل بها هاي المحارق هي غير ملائمة للبيئة. وهاي لجنة وزارية ومن الحكومة مشكلة، ولكن من اتخذ إجراء؟ من اتخذ إجراء؟ من منعوا هاي المحارق؟ زين حتى أنتم الآن تتعاملون المستشفيات المفروض تتعاملون مع هذا الموضوع بجدية، لأن يعني إحنا يوم بعد يوم نشوف أمراض عم تكثر. يعني هسه إحنا حتى مرات كبارنا وشيابنا يقولون قبل ما كان عندنا هاي الأمراض، ليش ما موجودة؟ ما موجودة ما كان هذا التلوث موجود. اليوم من دحك على السماء ونشاهد السماء
نشوف السماء دائما ملو يعني نشوف اكو سواد، ما نشوف السماء صافيه. كثره العجلات، كثره المولدات، كثره المعامل، المصانع المحليه اللي بدون رقابه. قبل وفي اي دوله اكو رقابه على المصانع؟ اكو ضرائب تفرض حتى ابو المصنع ينجبر يتعامل مع المصنع مالته بشيء يحافظ على البيئه، ما يتعامل بشكل عشوائي وياثر على البيئه وياثر على الناس. هسه ابو مولده دائما من شغله تشوف المنطقه الناس حتى كلها استدبابه اللي بشكل ثمون يعني يخترق من دخان مولده ويخترق من دخان المصنع. واكو مصانع ومولدات المصلحيه السكنيه، وهذا الشيء ما موجود بدول العالم، فقط عندنا موجود. إذن أعزائي المشاهدين، موضوع التلوث هو مهم جدا بالنسبة للمتابعين للشأن الموصلي طبعا والمناخ الموصلي طبعا. بالآونة الأخيرة طبعا كثرت المعامل وكثرت نتائج هذا التلوث في مدينة نينوى، خاصة المولدات عندنا. دائرة بيئة نينوى دائما تتابع هذا الموضوع عن كثب وتراقب المعامل الصغيرة وأيضا ربما المولدات حتى تضع حدا للتلوث في بيئة نينوى. اليوم راح نلتقي مع السيد نشوان مدير إعلام بيئة نينوى. طبعا جنابك تعرف انه كثيرة هي طرق تلويث هذا الجو. اهم اسباب التلوث وما هي يعني الامور الإيجابية والسريعة الرادعة التي اتخذتموها ضد من يقوم بتلويث الأجواء وعدم يعني الإذعان إلى الشروط المكتوبة لديكم؟ طبعا بالبداية سأبتدي بما انتهيت به من تلوث الجو. كما تعلمون والمواطنين يعلمون في الآونة الأخيرة في الأسبوعين الأخيرين أنه كانت بوادر أزمة تلوث الهواء خصوصا في بغداد وبقية المحافظات. طبعا الحكومة المركزية متمثلة برئاسة مجلس الوزراء أولت اهتمام للملف البيئي والصحي لتأمين صحة وسلامة المواطنين، فجاء في الجلسة 42 لمجلس رئاسة الوزراء بها فقرات عديدة شددت على الجهات الرقابية بأن تكثف حملات الرقابية على مختلف الأنشطة لتلوث الهواء، اللي هي مثلا أنشطة سواء كانت صناعية أو المناطق الطم الصحي الغير نظامية اللي يحرق فيها النفايات ليلا. فمن طبعا ضمن هذا الإطار وهذا الاتجاه أيضا مديرية بيئة نينوى كثفت يعني حملات التفتيشية على هذه الأنشطة سواء كانت أنشطة صناعية أو خدمية. الغرض منه هو تقليل قدر الإمكان نسبة التلوث الحاصل بالهواء حتى نصل إلى سماء صافية. يعني اليوم اللجان اللي تطلعون بها، يعني أنتم من تطلعون لجنة تشوفون أكو خطأ موجود في الموقع، يعني ما هي الإجراءات؟ اليوم ما شفنا إجراءات رادعة. الإجراءات طبعا تأتي وفق قانون حماية وتحسين البيئة المرقم 27 لسنة 2009 والذي يعني بينه تسلسل بالآليات، أنه نعطي إنذار للجهة المسببة للتلوث لمدة 10 أيام لحين إزالة المصدر الملوث. طبعا هي الجهة المسببة للتلوث هي الزيل، لأن إحنا ليس جهة تنفيذية، إحنا جهة رقابية حتى هذا يكون للعلم. وبعد الإنذار إذا ما يعني ما المصدر يعني نزال من التلوث يصار إلى غرامة ومن ثم يصار إلى قفل النشاط. طبعا أضف إلى ذلك أنه حسب حجم التلوث يصار إلى المادة القانونية اللي هي إما في بعض الأحيان تستدعي الأمور إلى مباشرة غوق النشاط أو أنه غرامة مالية. زين، إحنا نجي على النقطة هاي، العقوبات موجودة. زين أنتوا شنو تصرفكم؟ يعني مثلا مجموعة من الرجال ممكن يحرقون إطار سيارة موجود ضمن منطقة، يعني هذا هم من ثاني أكسيد الكربون ممكن يؤدي إلى اختناق الأطفال في تلك المنطقة.
طبعا انا بس اريد انوه انه مساله الصلاحيه نحن الصلاحيات الاجرائيه كل ما قلنا انذار وغرامه وقفل طبعا كل جزء من هذه تكون صلاحيته من دائره معينه يعني قفل النشاط هذا من صلاحيه الوزير يعني لجاننا تكتب الى بغداد الى وزاره البيئه فمن صلاحيه الوزير ان يقفل النشاط وليس من صلاحيتنا نحن حتى يكون المواطن يكون عنده علم نحن نكتب بعد الكشف الفني وفعل الدائرة القانونية ترفع إلى بغداد بأمر الوزير يجي قفل النشاط وكذلك مسألة الغرامة أو الإنذار طبعا من صلاحيتنا نحن كمديرية بيئتنا من صلاحيتنا أما الغرامة أيضا عندنا صلاحيات حسب يعني صنف النشاط عندنا أصناف الأنشطة ألف وباء وجيم مثلا عندنا من جيم ممكن يعني تكون غرامة سارية الغرامة بس بالنسبة أنت تقول على مسألة المواطنين إجراءات سريعة المواطنين اللي يحرقون مثلا إطارات أو يحرقون بعض النفايات أو يعني في مناطق إيه في أوقات خارج الدوام الرسمي إيه؟ أو مزروعات طبعا نحن دائما تكون هناك تعاون مع الجهات الماسكة للأرض القوات الأمنية إيه؟ أنت تعرف الموظف ينتهي دوامه بعد الثلاثة إيه؟ الظهر ممكن حتى ما نعرف في حالة وجود اتصال من أحد الجهات نحن نطلع بعد الدوام الرسمي إذا جاء اتصال وكان شغلة تستدعي أن نطلع بس نحن نهيب بالجهات الماسكة للأرض أنه تكون تمنع أو تحد من الناس اللي يبدون يحرقون بشكل عشوائي سواء كانت مناطق طمر غير نظامية سواء كانت إطارات أو إلى ما شابه ذلك حاليا توجيهات وزارة البيئة شددت وكثفت على أنه ضرورة أنه كل هالجهات القطاعات تتعاون مع بعض لغرض تقليل نسب التلوث في مختلف مكونات البيئة وخصوصا مسألة التلوث الهواء لأن مثل ما أسلفت سابقا أنه قبل أسبوعين صدرت المشهد العراقي مسألة التلوث الهواء وعلى ضوء هذا التوجه الوزاري لجان الفنية كثفت من حملاتها التفتيشية على مختلف الأنشطة الأنشطة اللي ما عنده موافقة بيئية يصار فورا تقفل يعني طونو إنذار وبعدها يقفل النشاط إذا ما استجاب عندنا بالنسبة لنا نعاني من بعض المؤسسات الصحية اللي نتيجة المحارق هذه المؤسسات أنه تطلق إلى الجو كميات يعني من الغازات السامة والمنبعثة واستلمنا شكاوي من المواطنين وعلى ضوء شكاوي من المواطنين يعني في مناطق مختلفة على ضوء شكاوي من المواطنين طبعا بالايمن وبالايسر نحن من استلمنا شكوى كثفنا حملاتنا على كل المؤسسات الصحيه الحكوميه بالايمن والايسر سواء مجمع المستشفيات سواء مستشفى السلام مستشفى الموصل العام وبالتالي تم يعني اتخاذ اجراءات قانونيه بحق المؤسسات اللي تخالف على ضوء المؤشرات الفنيه اللي تم تثبيتها في كشف الاستمارة أنه أكو بعض المخالفات أكو بعض المستشفيات قاعد انطونا مدة يعني قصيرة أنه راح نعالج الأمور ونحن انطيناهم مدة قصيرة جدا أن يعالج الأمور مثل المحارق ما محارق والمهم رفعنا التقارير الفنية إلى الدائرة الفنية في وزارة البيئة وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم على ضوء قانون رقم 27 لسنة 2009 واللي هو قانون حماية تحسين البيئة العراقية. تمام. أنتم سأتكم مشكلة أخرى مثلاً الأجلات الكبيرة التي تأتي تباعاً إلى مدينة نينوى يعني من أربيل دهوك أو بغداد. يعني قصدك الشاحنات. الشاحنات الكبيرة أيه. العجلات الكبيرة. طبعاً هذه العجلات يعني ممكن تبعث غازات سامة. زين. هذه تقدرون تشكلون يعني لجنة مع مرور نينوى اللي مسك المخالف اللي مثلاً. يعني هذه الغازات ممكن أن تسبب مشاكل طبعا هناك طبعا جهود وتواصل مع دوائر الدولة ومن ضمنها دائرة المرور وعن طريق مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظة نينوى وهناك أكو مجلس حماية وتحسين في البيئة في محافظة نينوى يرأسه أو متمثل بسيد شخص السيد المحافظ تنعقد جلساته خلال فترات معينة ومن ضمن هاي النقاط اللي ثبتناها أيضا هذه النقطة اللي ذكرتها وسيتم يعني مستقبلا انه اتخاذ اجراءات بين يعني بيننا وبين المرور لاتخاذ اجراءات ضد المركبات اللي تلوث البيئه. زين
تمام. يعني حاليا انتم لا تمتلكون اجراءات سريعه حيال مثلا؟ نعم، نحن القانون، المشكله القانون البيئي يمنح انذار 10 ايام مثل ما قلت سابقا، او غرامه، او قفل النشاط لازم نرفع به تقرير الى الوزاره والقفل يصير بامر الوزير كاجراء فوري. ماكو، بس في بعض الاحيان من نحتاج اجراءات فوريه نخاطب القائم مقاميه الموصل، لان القانون عندنا القانون البلدي والقانون اللي يمتلكه قائميه قضاء الموصل. نعم. اجراء فوري. ممكن عن طريق هذه القنوات نقدر نتخذ اجراء فوري بحق نشاط مخالف. اهلا بكم. تعرفون الكل يعرف مدى التلوث التي اكتسح محافظة نينوى خلال هذه الفترة الأخيرة، وخاصة مشاكل التغيرات المناخية والتصحر في العديد من الأقضية والنواحي، إضافة إلى مركز المدينة. فمبادرة رئيس مجلس المحافظة الدكتور أحمد الحاصود شجرة لكل مواطن حقيقة سوف تساهم في حل الكثير من المشاكل بالنسبة للتلوث اللي تحدث في الجو النينوى بكافة في الأقضية والنواحي في كافة الجوانب. وإضافة إلى أنه أنتم كيف نحل، اكتشفتم أسباب التلوث شنو هي؟ طبعا أسباب التلوث لم نكتشفها وإنما حدثت وهي في أرض الواقع. أولا التلوث السيارات القديمة، هذا نقطة مهمة. وعندك التلوثات التي تحدث من غازات والبصافي النفط والشركات النفطية وكذلك المصافي المعامل والمولدات، كل الجو النينوي أصبح عبارة عن غبار إضافة إلى حرارة الجو. فهذه إن دل على شيء إنما يدل أنه محافظة نينوى أصبحت في جانب التصحر وجانب قلة الأكسجين به. فلهذا أطلق رئيس مجلس محافظة نينوى الدكتور أحمد الحاصود شجرة لكل مواطن للقضاء على التصحر وللقضاء على مشاكل التغيرات المناخية وللقضاء على التلوث التي انتشر في محافظة نينوى. طبعا اليوم يعني مهم جدا محاولة من حد هذا التلوث. اليوم جهات معنية مثلا كلية العلوم والبيئة يعني لديها خطط، وهنالك جهات معنية تريد أن تساعد بعضها من أجل حل مسألة التلوث. أهم نقطة هو زراعة الأشجار. أنتم كم شجرة زرعتم لحد الآن؟ زراعة الأشجار إن شاء الله ستبدأ الحملة الانطلاقة يوم 24/10، والبلدية والبلديات والزراعة أعدوا خطة لكيفية وآلية الزراعة وديمومة الأشجار، لأن زراعة الأشجار أسهل ما يمكن، هو أسهل شيء أدنى تزرع تحفر تزرع شجرة، ولكن ديمومة هذه الأشجار، هذه الأشجار يجب أن تكون بها استدامة وتنقيه ومنظومة ري حديثة حتى نقضي على التلوث التي تكلمنا بها ونقضي على التصحر ونقضي على مشاكل التغيرات المناخية. طيب أنت كمستشارة في مجلس محافظة نينوى مسؤولة حملة التشجير. تمام. أيضا هنالك إحنا نقوم بالتشجير ولكن الأسباب عرفناها إنه المعامل غير مرخصة يجوز وما عندها يعني ما عندها إمكانيات السلامة. واحدة من إمكانيات السلامة الموجودة لابد أن يكون يحافظ على عدم تلوث البيئة. يعني اليوم عندنا التمر الصحي واحدة من التأثيرات الكبيرة. أنتم تطلعون كلجنة حتى تسجلون هذه، وممكن يطلع عليه السيد المحافظ أو رئيس المجلس. هو
والله حقيقة أنا بالنسبة لي أنا مسؤولة حملة التأجير. يعني المبادرة ليش صار؟ حتى إحنا الأسباب ذكرناه، ولكن حتى نقضي على هاي الأسباب لازم نشجر. التأجير سيقضي على أكثر، إضافة إلى أنه المحافظة ومجلس المحافظة لازم تتخذ إجراء صارم ضد هذه الجهات اللي مثل ما ذكرت المعامل المصافي، لها لازم يكون هناك قوانين صارمة للحث من هذه التلوث، ولنعالج هذا التلوث عن طريق التأجير. بالنسبة طبعا كجزء من العلاج هذا، بس يعني 70% كعلاج لهذه التلوثات التي تحدث في المدينة. عدد الأشجار اللي تبرع بينه الدول مثل دولة إيران، القنصلية الإيرانية تبرعت لنا 500,000 شجرة، المنظمات المحلية والشخصيات ورجال الأعمال وسيدات الأعمال في إيران تبرعوا لنا بأكثر من 700,000 شجرة، فصار يعني لدينا كميات هائلة من الأشجار تبرع من الدولة. إضافة إلى القنصل التركي تبرع من العام 250,000 شجرة، فإضافة إلى أنه الشخصيات العراقية المتواجدة في تركيا تبرعوا لنا وساهموا ومحبة في محافظة نينوى، تبرعوا بأشجار بأعداد كبيرة من الأشجار للمدينة. طبعا التوجيه من الدكتور احمد الحاصود رئيس مجلس محافظه نينوى، قمنا كقسم الاعلام والعلاقات في المجلس باستحداث شعبه متابعه البيئه. طبعا الهدف من استحداث هذه الشعبه هو بعد ما شفنا التغيرات المناخيه للاسف اللي موجوده في محافظه نينوى والعراق بشكل عام، تم استحداث هذه الشعبه، وايضا استحدثنا ضمن الشعبه وحده التغيرات المناخيه. الهدف ايضا من استحداث هذه الوحده هو لمتابعة التغيرات المناخية وتأثيرها على السكان في محافظة نينوى. أيضا خلال هذه الوحدة رح يكون عندنا أعمال كثيرة، من ضمنها تشريع قرارات أو إقرار قرارات تخص المجلس، يعني يتم إقرارها من قبل الأعضاء يشتغلون عليها، أنه هي حتى يواجهون التغيرات المناخية من خلال هذه القرارات. أنتم ستقدمون التقارير تباعاً للمسؤولين حتى تجدون حلولاً؟ بصراحة احنا راح عملنا يكون متابعة التغيرات المناخية اللي موجودة بالمحافظة، أماكن التلوث، المشاكل البيئية اللي تصير بالمحافظة، وأكيد هاي راح ترفع بتقارير إلى السادة أعضاء المجلس حتى هي يأخذون قرارات بيها. تمام. بالنسبة يعني هل لديكم يعني بعض الخطوط الحمراء على المناطق التي يكثر فيها التلوث؟ بصراحة أكثر المناطق اللي يكثر بها التلوث هي أطراف المدينة، وحاليا هم موجود داخل المدينة بسبب المصانع والمعامل اللي موجودة والسيارات الكثيرة وبذات السيارات القديمة، وللأسف اللي دي يستخدمون هاي الأمور هي مدى يراعون البيئة والتغيرات اللي موجودة بالمحافظة، مدى يهتمون بالتلوث اللي موجود. يعني احنا شفنا انه من الضروري بالبداية نشتغل على التوعية، نعزز ثقافة المواطنة عند المواطن حتى هو يكون مبادر ومهتم انه هو يواجه هاي التغيرات المناخية. طيب ما هي الخطوط التي تكتبونها أو تنصحون بها المواطنين حتى يكون واعياً بالنسبة للتلوث البيئي؟ يعني المواطن ما يعرف إيش يسوي، ما هي النصائح؟ بصراحة يعني أكثر شيء نشتغل عليه حالياً هو حملة التشجير اللي أطلقها الدكتور أحمد الحاصود رئيس المجلس، فإحنا نعمل برامج توعية متعددة للمواطنين، نطلب من باقي الدوائر أنه هي يساهمون بحملة التشجير. مثل ما تعرف أنت الأشجار لها دور كبير بمواجهة التغيرات المناخية اللي موجودة، لذلك أولى خطواتنا كانت هي التوعية باتجاه حملة التشجير. طيب السؤال الأخير، بالنسبة يعني أنتم شكلتم هذه الوحدة، طبعا أكيد
عن طريق مجلس محافظة نينوى، ولكن هل لديكم برنامج تعامل مع مديرية البيئة أو مع جامعة الموصل كلية العلوم البيئية أو مع مثلا جهات أخرى تهتم بالبيئة؟ طبعا احنا عملنا أكثر من لقاء وجلسة وزيارة مع الدوائر المعنية من دائرة البيئة، الزراعة، البلدية، أيضا عندنا تواصل مع جامعة الموصل كلية البيئة وكلية الزراعة، أيضا تواصلنا مع منظمات مجتمع مدني مهتمة بالتغيرات المناخية وكانت داعمة لمجلس المحافظة بخططه بخصوص مواجهة التغيرات المناخية، فأكيد احنا عندنا توجه لهذا الموضوع. إذن أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا. طبعا اليوم كانت حلقتنا مثيرة ومهمة بالنسبة للشعب الموصلي والعراقي أيضا، يعني التلوث البيئي، هذا التلوث الذي أصبح مشكلة كبيرة يعاني منها المواطن الموصلي والعراقي بسبب العمليات العسكرية والمخلفات الحربية وأيضا المصانع المنتشرة التي لا تحافظ على سلامة المكان، وأيضا هنالك دعوات من قبل الجهات المعنية لتشجير محافظة نينوى لتسهيل عملية اكتساب يعني الغازات المنبعثة من هذه المعامل حتى تكون هذه الأشجار مصد لهذا الغبار أو لهذه الأبخرة. أيضا هنالك دعوات لمحاسبة المقصرين الذين يحاولون تلويث هذه الأجواء، هنالك دعوات أيضا من المواطن عليه، أيضا هو من حتى أيضا المواطن مطالب في الحفاظ على الأجواء وعلى الهواء في هذه المحافظة. حتى ملتقانا وياكم في حلقة قادمة نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.